السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أهلا بكم. هنكمل مع بعض إن شاء الله المحاضرة رقم 2 في الكيميكال كايناتكس أند ستابيليتي. في المحاضرة اللي فاتت اتعرفنا على المفاهيم الأساسية في الكايناتكس، فهمنا يعني إيه rate of reaction، تمام، اللي هي معدل التفاعل أو سرعة التفاعل، وفهمنا برضو يعني إيه order of reaction أو رتبة التفاعل، وعرفت إن أنا عندي حاجة اسمها zero order of reaction، حاجة اسمها first، حاجة اسمها second order، وفي حاجة احيانا كمان حالات خاصة من الاوردر بيكون فيها pseudo order، يعني رتبة كاذبة، ممكن تكون pseudo zero order او pseudo first order او pseudo second order على حسب. النهاردة ان شاء الله هيتكلم بقى بالتفصيل عن ايجاد علاقات رياضية او معادلات علشان اقدر من خلالها احسب بسهولة القيم الأساسية أو الأوقات الهامة اللي بتعبر عنها الكاينيتكس، يعني إزاي أحسب الـ T-half، إزاي أحسب الـ rate of reaction، إزاي أحسب التركيز بتاع الدراج مثلا أو بتاع المركب بعد فترة زمنية معينة، كل ده عن طريق إيجاد علاقات رياضية سهل التعامل معاها. وبرضو هنستشف بعض المقارنات ما بين الـ different orders، يعني كل طبعا order هيبقى ليه حسابات وعلاقات رياضية مختلفة، zero order غير first order غير second order، ولكن كلها كل الـ orders بيبقى فيها الأربع قيم دي، أربع قيم أساسية ديت، اللي هو A node، الـ AT والـ T والـ K، والـ K دي على حسب الـ order اللي هو ثابت reaction rate constant. اي علاقة او اي order هو العلاقة الرياضية اللي انا احطها لي بتربط ما بين القيم الاربعة دي، ولازم في اي مسألة ان شاء الله تتحود كتطبيق على الكاينيتكس بيبقى في معظم الاحوال بديك تلات قيم من الاربعة دول وبطلب منك ايجاد قيمة القيمة الرابعة. اديك مثلا A node والـ reaction rate constant، واديك الـ AT، واطلب منك والله الزمن اللي تحول فيه الـ A node الى الـ AT، خلاص، او اديك الثلاث قيم دول الـ A node والـ T والـ AT واطلب منك ايجاد reaction rate constant بيساوي قد ايه، وهكذا. فهي كل المسائل بتدور حوالين العلاقات الرياضية لكل order وتطبيقها علشان اقدر احسب واحد من الاربع قيم الاساسية اللي موجودة قدامكم دي. طيب القيم الأساسية دي زي ما انتم شايفين انا حطها لكم دلوقتي في علاقة بسيطة عشان ما تنساهاش ابدا، هي ايه؟ هي ان نوعا ابتديت بتركيز من مادة معينة او دراج معين، بقول على البداية اللي انا ابتديت بيها التفاعل بتاعي او البروسيس بتاعتي الـ A node. يعني ايه الـ A node او الـ A0؟ يعني ايه الـ A0؟ يعني التركيز عن تايم 0، يعني لسه ما ابتديتش احسب، يعني لسه ما مسكتش الستوب ووتش وابتديت احسب، لسه بقولها هبتدي، والتي زيرو، تي زيرو يعني عند بداية حساب الوقت لسه التايم بتاعي بيساوي صفر، التركيز قد ايه؟ هو ده الاي نود او الاي زيرو اللي هو التركيز البدائي اللي بسميه الانيشال كونسنتريشن، التركيز البدائي او المبدئي او اللي انا ابتديت من عنده الحساب، عنده تايم بيساوي صفر. طيب بعد مرور فترة من الزمن اللي هي بتساوي تي، خلاص بيبتدي يتغير الكونسنتريشن ده، بيبتدي يتناقص، بيقل ويصل الى تركيز جديد اسمه الـ AT. ايه هو الـ AT؟ هو التركيز، تمام، بعد مرور فترة زمنية مقدارها T، وليكن مثلا الفترة الزمنية دي ساعة، يبقى الـ A node ده اللي انا ابتديت بيه بعد مرور ساعة تناقص الكونسنتريشن واصبح مختلف، بقى ليه قيمة مختلفة اقل طبعا من الـ A node، تمام، لانه بيتناقص، بيحصل ديجراديشن او هيدروليسيس، فقيمه التركيز بتاعي بتتناقص، فبعد مرور تي وهو ساعه اصبح عندي تركيز بيمثل التركيز عند ساعه. طب ممكن بعد ساعتين هيبقى عندي تركيز جديد اسمه الاي تي بس عند ساعتين، ممكن بعد ثلاث ساعات هيبقى عندي تركيز جديد وهكذا. فالاي تي هي التركيز عن بعد مرور فتره زمنيه مقدارها تي، خلاص. يبقى تي هو الزمن نفسه، الحادث اللي انت قطعته او اللي انت استهلكته، والاي تي هو التركيز بعد الزمن ده اللي انت وصلت له بعد الزمن ده، اوكي.
الكي طبعا اللي هو الرياكشن ريت كونستانت، والكي زي ما اتفقنا بتختلف باختلاف الاوردر اوف رياكشن. يعني انا عندي ثابت للزيرو اوردر، وعندي ثابت تاني مختلف للفيرست اوردر، وعندي ثابت تالت مختلف للسكند اوردر وهكذا. فدايما الكي بحط لها هنا رقم، تمام، بيدل على ان الكي دي تابعه لاي اوردر. لما تقول لك كي نود مثلا او كي زيرو، تعرف ان الكي دوت خاص بالزيرو اوردر. لما اقول لك كي بس او كي 1، بتعرف ان الكي دي خاصه بالفيرست اوردر. كي 2، تعرف ان الكي دي خاصه بالسكند اوردر وهكذا. خلاص يا شباب، يبقى المحاضره دي كلها ان شاء الله هي بتدور حوالين ايجاد علاقات بسيطه علشان اربط القيم الاربعه دول مع بعض، الرياكشن ريت كونستانت مع الاي نود او الاي زيرو اللي هو الانيشال كونسنتريشن او التركيز المبدئي او البدائي اللي انا بدأت بيه الحساب، الاي تي اللي هو التركيز بعد مرور زمن مقداره تي، والتي اللي هو الزمن نفسه. طيب احيانا هتلاقي في بعض العلاقات مديك حاجه اسمها اكس، او برضو في بعض المسائل لما تيجي تحل هتلاقي مديك اكس. ايه هو الاكس؟ هو مقدار النقصان. يعني مثلا اتفقنا ان هنا الاي نود دوت الانيشال كونسنتريشن اللي انت ابتديت بيه، بعد مرور زمن تي التركيز ده قل ووصل لتركيز مختلف، مش كده؟ مقدار النقصان بقى هو الاكس. يعني مثلا سين هو قل بمقدار 10، يبقى هي الاكس العشر الاكس، تمام. يعني وصل ل 90، هنا 100% وصل ل 90، تمام. يبقى الاي تي 90 بعد مرور ساعه مثلا وصل ل 90، يبقى الاي تي هي 90، والتي اللي هي الساعه اللي هي مرت الزمن اللي مر، والاي نود مثلا اللي هي 100%، يبقى مقدار النقصان 100 ناقص 90 يساوي 10. هي زي ما قلت لكم الاكس اللي هي ايه الفرق ما بين الاي نود والتركيز بعد مرور زمن معين، هو ده الاكس. ممكن ساعتها في المساله اقول لك والله اقول لك الانيشال كونسنتريشن فقط مقدار او تركيز مقداره كذا مثلا، يبقى تعرف ساعتها تقدر تجيب الاي تي ان انت تطرح الاي نود ناقص الاكس يديك الاي تي. او انا اطلب منك اقول لك احسب لي مقدار الفقد في الكونسنتريشن، ساعتها هتروح طارح الاي نود من الاي تي يديك على طول مباشرة مقدار الفقدان اللي هو الاكس. طبعا الكلام ده برضو هيبان اكتر لما ناخد امثلة. هنا مثال اهوت، عندي مثلا 500 مللي جرام باراسيتامول انا خدتهم او مريض خدهم، تمام، ومر على ال 500 ده اللي يبقى ده ايه؟ ده بداية الحساب اللي هحسب من عنده اللي هو 500 مللي جرام اللي هي تمثل الاي نود او الاي زيرو، لسه يا دوبك المريض خد القرص وبلعه، يبقى ده عند تايم بيساوي صفر. يبقى بدايه الحساب اهي الكونسنتريشن كان بيساوي 500 مللي جرام من الباراسيتامول. بعد مرور ساعتين يبقى التي هنا ايه؟ التي عباره عن 2 اورز ساعتين، اصبح الكونسنتريشن 100 مللي جرام. يبقى الاي بعد ساعتين اللي هي الاي تي، بس التي هنا ساعتين، بيساوي 100 مللي جرام. خلاص، يبقى الاي نود او الاي زيرو 500، التي اللي مر على العمليه دي ساعتين، والتركيز بعد مرور الساعتين اللي هي الاي تي بيساوي 100 مللي جرام. خلاص، وعمليه الرياكشن الهيدروليسيس دي داخل الجسم تتبع الفيرست اوردر او السودو فيرست اوردر، يبقى كي 1 او كي، احسن اكتبها لك كي 1 او هكتبها لك كي، بس انت عارف ان هي كي 1 يعني فيرست اوردر. طيب لو قلت لك احسب لي مقدار النقصان في الكونسنتريشن، هو كان 500 وبعد ساعتين وصل بقى 100 مللي جرام داخل الجسم، يبقى مقدار الفقدان قد ايه؟ اللي هو الاكس بيساوي 400، اللي هو 500 ناقص 100 يبقى بيساوي 400. يبقى دي الايه القيم او العلاقات او الـ 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 الحاجات الاساسيه او القيم الاساسيه اللي انت محتاج تحسبها ومحتاج تربط ما بينها ان شاء الله لما تدرس كل اوردر وتشوف العلاقه الرياضية اللي بتحكم كل اوردر من الاوردرز المختلفة في الكايناتكس. دلوقتي يا شباب هنبتدي نشوف كل اوردر ونحاول نستنبط او نستخلص علاقة رياضية بتربط ما بين الاربع قيم اللي اتفقنا عليهم اللي هي الاي نود الاي تي والتي والكي نود او الكي رياكشن ريت كونستنت. بالنسبة للزيرو اوردر رياكشن اتفقنا ان في الزيرو اوردر رياكشن بيكون سرعة التفاعل او rate of reaction بيبقى ايه independent، لا يعتمد على ال concentration بتاع ايه او المتفاعلات، لا يعتمد على ال concentration. كل ال orders بيبقى rate of reaction بيتناسب طرديا مع ال concentration بتاع المتفاعلات او الايه
ما عدا الزيرو اوردر بيبقى اندبندنت. وخدنا امثال على القصه دي. طيب يبقى اذا الدي اي اللي هو التغير في الكونسنتريشن بتاع دراج اي بالنسبه للتغير في الزمن اللي هو يمثل سرعه التفاعل، ودايما زي ما اتفقنا بحط اشاره سالبه دلاله على ان التغير بالتناقص، يعني دايما التركيز بتاع ايه بيقل مع مرور الزمن. تمام، يبقى معدل التفاعل او سرعه التفاعل بتساوي ايه؟ بتساوي قيمه ثابته رديت لها الرمز الكي زيرو او الكي نود. معنى كده ان ايه؟ النود دوت معناها الاوردر، يعني زيرو اوردر خلاص، وهي قيمه ثابته لا تتغير بتغير التركيز بتاع ايه. وبالتالي عاوزين بقى نحول القيمه التفاضليه دي، علاقه تفاضليه، عاوزين نعمل انتجريشن او تكامل، ونحول الصيغه بتاعتها لصيغه سهله التعاطي او سهل التعامل معاها في الحسابات، وفيها الاربع قيم اللي اتفقنا عليها اللي دايما هنشوفهم في اي مساله تيجي. لما نعمل انتجريشن للعلاقه اللي فوق دي هنلاقي ان هي تحولت للصوره الاتيه، ان الاي تي يعني التركيز عند تايم بيساوي تي بيساوي الاي نود او الاي زيرو اللي هو التركيز عند تايم صفر اللي هو التركيز البدائي او المبدئي اللي بسميه الانيشال كونسنتريشن اللي ببتدي من عنده الحساب يعني، ناقص كي نود اللي هو رياكشن ريت كونستانت بتاع زيرو اوردر. وهنا هنا زيرو مش معناها زيرو تايم، هنا معناها التركيز عند زيرو تايم او البدائي، لكن هنا زيرو ده دلاله على الاوردر، ان انا بتكلم عن الرياكشن ريت كونستانت بتاع زيرو اوردر مضروب في التايم اللي مر على التفاعل. خلاص، يبقى دي العلاقه اللي هستخدمها لما احب احسب اي قيمه من الاربع قيم اللي اتفقنا عليهم في رياكشن من الرتبه الصفريه او من الزيرو اوردر. لما تيجي تمثل علاقه بيانيه ما بين التركيز اللي هو الاي وما بين التايم تغير في الزمن يعني، هتلاقي العلاقه ما بين الاي والتي علاقه خطيه بالمنظر ده، تناقصيه خطيه بالمنظر ده. وبالتالي ما دام خطه مستقيم كده هيبقى ليها سلوب او ميل، وقيمه الميل في الخط المستقيم بتساوي الرياكشن ريت كونستانت بتاع الزيرو اوردر اللي هو الكيبورد. خلاص، وهتلاقي برضو ان الكيرف دوت او العلاقه دي ليها بدايه اللي هو الاي، هنا في البدايه على الخط بتاع الاي دي تمثل قيمه الانيشال كونستريشن او الاي نود لان التركيز اللي انت ابتديت بيه، وهتلاقي كمان ليه خط نهايه بعد مرور زمن معين هتلاقي الرياكشن انتهى، وهتلاقي هنا اي اف اي اف اللي هو الاي فينيش او الاي فاينل اللي هو التركيز النهائي بعد ما كل التركيز او كل دراج استهلك وتكسر وحصل له هيدروليسس. يبقى اذا في الكيرف في العلاقه الصفريه اللي بيربط ما بين التركيز وما بين التايم بيكون علاقه خطيه تناقصيه. خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، عشان لو سالتك فيه قلت قول لي مميزات لو رسمت علاقه بيانيه في الزيرو اوردر ما بين الاي وما بين التي، قول لي كده ايه المميزات. المميزات او الكاركتر ان هي علاقه خطيه تناقصيه بالمنظر ده، وان ليها نقطه بدايه تساوي الاي نود، وليها نقطه نهايه عن تي اف او اي اف اللي هو عن لما الاي اف تساوي صفر يعني، وكمان ليها ميل ما دام خط مستقيم بيبقى ليه ميل مساوي للكي نود. تمام، نهايه وبدايه ونهايه وميل بيساوي الكي نود. طيب التي هاف ايه؟ هو التي هاف اللي هو عمر النصف، اللي هو لما الوقت اللي انت محتاجه علشان الاي نود اللي انت ابتديت بيه يوصل ويكون نص القيمه، يعني نص الاي نود. يعني لو عوضت في العلاقه الرياضيه اللي احنا لسه متكلمين عنها في السلايد اللي فاتت، لما يكون الاي تي بعد انا عاوز احسب التي اللي هو عمر النصف، تمام، فانا عاوز بعد قد ايه وقت، ده اللي انا محتاج اعرفه، الاي تساوي تصبح نص الاي نود. خلاص، يبقى هشيل الاي تي واحط هنا نص الاي نود، وانقل ده هنا وده هنا، يديني في الاخر التي هاف، يعني الفتره الزمنيه اللي انت محتاجها علشان تصبح قيمه الاي تي نص الاي نود هتساوي المنظر ده. يبقى التي هاف اللي هي فتره عمر النصف او الهاف لايف تساوي نص مضروبه في الاي نود على الكي نود. نستنبط من القصه دي ايه؟ نستنبط من القصه دي ان فتره عمر النصف في الزيرو اوردر غير ثابته. يعني ايه غير ثابته؟
يعني بتعتمد على الاي نود. كل ما زادت قيمة الاي نود كل ما زادت التي هاف او عمر النصف، وكل ما قلت كل ما قلت التي هاف. يعني علاقة طردية ما بين التي هاف قيمة عمر النصف وما بين الانيشال كونسنتريشن. خلاص، يبقى التي هاف او الهاف لايف في الزيرو اوردر غير ثابت ومتغير، وبيرتبط بالاي نود وارتباطه طردي. علاقة طردية ما بين التي هاف والاي نود، كل ما زاد الاي نود كل ما زادت التي هاف. طيب تعرف تستنبط علاقة، هو بيسألك هنا كان يو بريدكت، تقدر انت تستنبط او تتنبأ بعلاقة من خلالها تقدر تحسب الشيلف لايف؟ بنفس الفكرة، انا عاوز احسب التايم اللي هيكون فيه الاي تي بيساوي 90 او 9 من 10 من الاي نود. نفس القصة، يبقى تشيل الاي تي وتكتب من 9 من 10 في الاي نود وتروح ناقل ده هنا وده هنا، نفس القصة، يطلع لك التي 90 اللي هو الشيلف لايف بيساوي 1 من 10. هيساوي ايه؟ وقال انت لما تنقل 9 من 10 هنا هتطرح اي نود ناقص 9 من 10 يديك 1 من 10 اي نود، يبقى 1 من 10 اي نود على الكي نود. خلاص، حاول تدربها عندك كده في البيت وتحسبها، واحنا كنا اتكلمنا عنها في المحاضرة الحضوري. طيب يبقى ده الكلام اللي احنا عاوزين نقوله في الزيرو اوردر، ان دي العلاقة اللي بتربط ما بين الاربع قيم اللي اتفقنا عليها اللي هي الاي تي والاي نود والثابت بتاع الرياكشن والتي. دي العلاقة اللي بتربط ما بينهم، ولما نشوف العلاقة دي هنلاقيها علاقة بتاعت معادلة خط مستقيم بالمنظر ده. لما نيجي نرسم العلاقة ما بين التركيز الاي وما بين التايم هنلاقي خط مستقيم له بداية تساوي الاي نود وله نهاية بعد التايم محدد، وله ميل، الميل ده بيساوي الكي نود. طيب هل السؤال هنا مهم، هل حساب التي هاف بالنسبة للزيرو اوردر له أهمية؟ هقول لك لا، ملوش أهمية. ليه ملوش أهمية؟ لأن أنا أقدر أعرف التفاعل نفسه كله هيخلص بعد قد إيه، لأن ليه خط نهاية أهو. أقدر أقول لك والله مثلا من المعادلة كده إن إمتى الـ AT بتساوي صفر، يعني أعوض عن المعادلة دي، المعادلة دي بصفر، وأروح جايب ده هنا وده هنا، وأقدر أحسب لك التايم بالظبط اللي هو بتاع الـ TF لما الـ AT تساوي صفر، وأقدر أحسبه لك بمنتهى الدقة. ليه؟ لأن زي ما اتفقنا في خط بداية أو نقطة بداية وفي نقطة نهاية بعد زمن محدد، فبالتالي أنت مش محتاج تحسب عمر النصف. طب ليه تحسب عمر النصف ما دام أنت قادر تحسب العمر كله؟ أنت واخد بالك؟ دايما تي هاف بنستخدمها لما أكون مش قادر أعرف التفاعل هيخلص إمتى، ما أقدرش أجيب التايم ده، مش قادر أستنبط إمتى التفاعل بالكامل هيخلص. لكن لو انا قادر اعرف زي ما في زيرو اوردر، في زيرو اوردر انت تقدر تعرف التفاعل هينتهي امتى بالظبط بعد وقت قد ايه من العلاقه اهو. ادي هنا التايم بصفر وهنا هنا التايم باف، فتقدر التايم ده وتعرف الرياكشن او التركيز بتاع الايه اللي انت ابتديت بيه هيخلص بالكامل امتى، فتقدر من خلاله تحسب الريت. لكن في الفيرست اوردر والسكند اوردر لما هنشوف بعد شويه، لا ما تقدرش تحسب الكلام ده، لان ما عندكش نقطه نهايه، فبالتالي ما تقدرش تعبر عن عمر الدواء المعين داخل جسم الانسان او في تفاعل عن طريق التي فاينل، لازم تحسبها عن طريق تي هاف. خلاص يا شباب، يبقى التي هاف هنا ممكن ما يكونش ليها لازمه في الزيرو اوردر، لان انت بالفعل تقدر تحسب التي اف اللي هو العمر النهائي بتاع التفاعل، لكن في اوردرز تانية زي الفيرست والسكند لا، ما عندكش الامكانيه دي، فبتستعيض عن التي اف بان انت بتحسب فتره عمر النصف داخل جسم الانسان. طيب تعال نشوف العلاقة الرياضية اللي ممكن الناس تنتجها بالنسبة للفيرست اوردر رياكشن. الفيرست اوردر رياكشن زي ما اتفقنا بعبر عنه بالطريقة دي، اللي هو التغير في الكونسنتريشن بالنسبة للتغير في الزمن، ده معدل التفاعل او سرعة التفاعل، بتساوي ثابت الفيرست اوردر مضروب في الكونسنتريشن، لان اتفقنا الفيرست اوردر بقى وانت طالع سكند وثيرد معدل التفاعل او سرعة التفاعل بتتناسب طرديا مع التركيز بتاع المتفاعلات. خلاص، ودي العلاقة اللي بتربطها، ان معدل التفاعل المتناقص، طبعا الاشارة السالبة هنا للتناقص، بتساوي ثابت في الكونسنتريشن بتاع المتفاعلات. تمام، ومدام فيرست اوردر يبقى انا عندي هو متفاعل واحد بس، هو مادة واحدة اللي بتتكسر والقص واحد هنا، ما عنديش اكتر من مادة مدام بتكلم على الفيرست اوردر. تمام، زي عندي مثلا باراسيتامول بحطه على الشلف ويبتدي يتكسر، فالتكسر بتاعه ده او الديجريديشن بتاعته دي بتتبع الايه، بتتبع الفيرست اوردر، وداخل جسم الانسان بيتبع السولو فيرست اوردر نفس الكلام، لان انا عندي بيتفاعل مع الميه والميه كميتها كبيره، فهي في الحقيقه سكند لكن بتبقى ايه ظاهريا فيرست اوردر.
فالفيرست اوردر دايما بستخدمه لما اعبر عن الدراج ديجريديشن على الشلف او الدراج هيدروليسيس داخل جسم الانسان. طيب لما ابتدي احول العلاقه دي الى صوره فيها الاربع قيم اللي اتكلمنا عنهم في بدايه المحاضره، اللي هي الاي تي او السي تي والاي نود او السي نود هنا اهي، والتي تايم وايه الرياكشن ريت كونستانت، هتطلع عندي بالشكل اللي قدامكم ده. سي تي بتساوي سي نود او ممكن اي تي، هو بس السي او الاي او وات ايفر يعني، ده رمز بيعبر عن الدراج او الماده اللي داخله في التفاعل يعني. يبقى السي تي بتساوي سي نود مضروبه في 10 اس، القيمه دي مضروبه في موجوده في الاس، 10 اس سالب كي تي مضروب على 2.303 من الف. فيا زي ما انتم شايفين هي علاقه اسيه اكسبوننشال، ودايما العلاقات الاسيه او العلاقات اللوغاريتميه لما اجي امثلها بيانيا زي ما هشوف في السلايد الجايه بتبقى واخده شكل منحني مش خطي، مش زي الزيرو اوردر. يبقى ابتدي ايه، ابتدي اجمع الاختلافات بقى يا شباب، وانتم بتذاكروا حاولوا تذاكروا بنظام المقارنات. انا خدت حاجات في الزيرو اوردر، هشوف بقى حاجات مختلفه في الفيرست اوردر، فابتدي اعقد مقارنات. يبقى لما هشوف دلوقتي ادي اول حاجه العلاقه اختلفت، شكل العلاقه اللي بتربط الاربع قيم اختلفت ما بين من الفيرست اوردر للزيرو اوردر. في الزيرو اوردر كانت علاقه خطيه، هي المعادله كلها في خط واحد او في بسط او في قيمه واحده، في كلها في البسط، مفيش عندي اسس. لكن في الفيرست اوردر ابتديت اشوف كده ايه، عندي كي تي هي موجوده في الاس، فاصبحت علاقه اكسبوننشال او علاقه اسيه، واشوف بعد شويه تمثيل العلاقه الاسيه بيبقى عامل ازاي. برضو بعد شويه هنبتدي نحاول ناخد صيغه ابسط للعلاقه دي عشان اقدر استخدمها في حل المسائل دي، برضو شويه معقده، وهنلاقي قيمه الكي تي الكي والتي اللي هي احد الاربع قيم الهامه اللي احنا اتفقنا عليها موجوده في الاس، فعلشان ابتدي احولها وانزلها تحت تاني محتاجه تحويله، هنشوفها بعد شويه في علاقه ابسط. ادي زي ما انتم شايفين شكل التمثيل البياني ما بين الكونسنتريشن اللي هو السي وما بين التايم، هلاقيه بالمنظر ده اهو، هلاقيه بالمنظر ده علاقه غير خطيه منحنى بالمنظر ده، له نقطه بدايه اللي هي السي نود اللي هو السي زيرو، وليس له نهايه، وليس له نهايه. يبقى الاختلاف الاول في التمثيل في ما بين الفيرست اوردر والزيرو اوردر في شكل العلاقه الرياضيه اللي بتربط ما بين الاربع قيم اللي اتفقنا عليها. الاختلاف الثاني في التمثيل البياني ان في الزيرو اوردر كانت علاقه خطيه لها بدايه ولها نهايه، في الفيرست اوردر علاقه غير خطيه تمام لها بدايه وليس لها نهايه. اوكي، وبالتالي طبعا ما دام خط غير مستقيم ملوش ميل، بس اقدر احول الخط الغير مستقيم ده الى خط مستقيم ازاي؟ بان انا اجيب لوج الكونسنتريشن. لو رسمت علاقه ما بين اللوج الكونسنتريشن والتايم هتطلع علاقه بالمنظر ده، لها بدايه وليس لها نهايه بالمنظر ده كده اهو. وميل الخط المستقيم مش الرياكشن ريت كونستانت، لا هيساوي ايه؟ هيساوي الكي على 2.303 من الف. لكن هناك في الزيرو اوردر كان ميل الخط المستقيم طبعا من غير لوغاريتم ولا حاجه، كان بيساوي على طول الرياكشن ريت كونستانت مباشره. خلاص يا شباب، يبقى دي العلاقه الاسيه، ده شكل المنحنى بتاع العلاقه الاسيه او العلاقه اللوغاريتميه، بيبقى خط منحني بالمنظر ده له بدايه وليس له نهايه. طيب ليه الكلام ده؟ الكلام ليه 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 عندش المنحنى بالمنظر ده؟ لان العلاقه اتفقنا بتاعت الكونسنتريشن، كل ما بيقل الكونسنتريشن بتاع المتفاعلات كل ما سرعه التفاعل نفسها بتقل، فانا عمال انزل بكل ما بيمر الوقت تركيز المتفاعلات بيقل، وبالتالي بيتبعه على طول ان كمان سرعه التفاعل بتقل، فانا كل ما اقلل كل ما سرعه التفاعل تقل، كل ما اقلل كل ما سرعه التفاعل تقل، عمري ما هوصل للصفر ابدا، لان لو قربت من الصفر سرعه التفاعل هي كمان هتقرب من الصفر، فعمري ما ايه؟ عمري ما هنتهي خالص من التفاعل ده. وبالتالي الصوره الامثل عشان اقدر اعبر عن الريت بتاع التفاعلات بتاع الفيرست اوردر ان انا اعبر بفتره عمر النصف او الهاف لايف، لان انا ما اعرفش التفاعل كله هيخلص امتى، ما اقدرش اجيب الوقت ده، الوقت ده ما لا نهايه، لان ما فيش مش هيخلص، فاعرف ازاي التفاعل هيخلص؟ ما اقدرش. فابتدي اعرف بقى والله امتى نص التفاعل يخلص، امتى نص الكميه اللي ابتديت بيها تخلص، دي ممكن اقدر احسبها واعرفها. فبالتالي هنا قيمه التي هاف بقى لها
أهمية في التعبير عن المعدل بتاع التفاعل، زي ما هنشوف بعد شوية كيفية حساب التهاف في الفيرست اوردر. دي الصيغة الأبسط اللي كنت قلت لكم عليها، الأبسط من الشكل الأسي أو من الشكل الإكسبوننشال. كل اللي هعمله إن أنا هجيب اللوجاريتم للأس فيحولها لي صيغة خطية زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، إن ثابت التفاعل في الفيرست أوردر اللي هو الكي بيساوي 2303 من 1000 على تي مضروب في لوج السي نود على السي نود ناقص اكس. فاكرين الاكس ده احنا قلنا عنه ايه؟ اكس ده مقدار النقصان في التركيز، مقدار النقصان. يعني ابتديت بالسي نود 500، بعد فتره السي نود دي اللي انا ابتديت بيها 500 وصلت 400، يبقى مقدار النقصان 100 اللي هو 500 اقصد 400 اللي هي الاكس. فالسي نود ناقص الاكس تمثل ايه؟ تمثل السي تي. يعني انت ممكن تمسك تكتب العلاقه دي مره تانية وتشيل السي نود ناقص اكس دي على بعضها كده وترميها وتجيب مكانها سي تي، فاصبح دلوقتي علاقه عندي فيها الاربع قيم اللي بنتكلم عليهم من البدايه، السي تي اللي هي دي اللي هي السي نود ناقص اكس يعني، والسي نود نفسها موجوده اهي، وادي التي وادي الكي، يبقى الاربع القيم الهامه موجودين اهو، واقدر لو اداني ثلاثه احسب الرابع بمنتهى السهوله. طيب ناخد مثال. المثال اللي عندنا بيقول لك solution of a drug اللي هو اسمه triamcinolone acetonide، ده نوع من انواع الكورتيكوستيرويدز موجود في solution. contain 500 مللي تركيز الدرج في السوليوشن ده 500 مللي جرام لكل مللي، يبقى ده التركيز على طول كده. ما دام عندي تركيز اهو اللي هبتدي من عند الحساب، يبقى ده ايه؟ التركيز الابتدائي او initial concentration او الاي نوت او السي نوت ايا كان، ده التركيز الانيشال. تاخد القيمه دي على طول تكتبها عندك كده في المعطيات، اداك ان هو تركيز الدرجه اهو في بدايه الحساب كان في البدايه اهو 500 مللي جرام لكل مللي، هو ان بريبيرد لما ابتديت تحضره خلاص. بعد ما فات 40 يوم يبقى ده على طول التي القيمه الثانيه. اتفقنا دايما عندنا اربع قيم، واي مساله في الدنيا هتجيلك هتدور حوالين ان هو هيديك ثلاثه ويطلب الرابع، يبقى احنا عمالين نجمع في التلاتة اللي موديهم لي في المسألة اهو. أول حاجة مديهاني القيمة الابتدائية بتاعت الكونسنتريشن اللي هي السي نوت، ومديها لك هي 500 مللي جرام لكل مللي. وبعد كده اداك تايم اللي هو 40 يوم، بيقول لك بعد مرور 40 يوم، ممكن على فكرة تبقى 40 ساعة، ممكن تبقى 40 دقيقة، ممكن تبقى 40 ثانية، وات ايفر، المهم وقت محدد اداهولك في المسألة مر على التفاعل بتاع الدواء ده. بعد 40 يوم لأ ان الدواء دوت حصل له انحلال او ديجريديشن تمام، والكونسنتريشن لما جاء قاسه بعد 40 يوم لقاه 300 مللي جرام لكل مللي، يبقى بعد مرور فتره تي زمن مقداره 40 يوم بقى عندي 300 مللي جرام. يبقى 300 دي تمثل ايه؟ تمثل السي تي اللي هو التركيز بعد مرور فتره مقدارها تي اللي هي ال 40 دي، يبقى ده الاي تي او السي تي 300 مللي جرام. طيب يبقى كده انا عندي ايه؟ عندي الاربع ثلاث قيم اهو، عندي السي نوت وعندي السي تي وعندي التي، باقي لي ايه مين مش مديهوني في المساله؟ باقي لي الكي اللي هو الرياكشن ريت كونستنت، يبقى انا اقدر احسبه على طول بالقانون اللي لسه واخدينه من شويه في السلايد اللي فاتت. طيب assuming مفترضا ان الديكومبوزيشن او الديجريديشن بتاع الدراج ده بيتبع الفيرست اوردر، عاوز يقول لك والله مش جايبها لك بقى بصوره مباشره، بيقول لك احسب لي الهاف لايف بتاع الدراج ده او التي هاف، يعني فتره عمر النصف بتاع الدراج ده. انا طبعا مش هقدر احسب فتره عمر النصف الا لما يكون عندي الاربع معطيات موجودين، مش كده؟ يعني لازم في البدايه احسب قيمه الايه؟ الكي، يعني مش موجوده عندي في المساله، عندي ثلاثه وناقصني الرابع، يبقى على طول تجيب قيمه الحاجه الرابعه للاصاق اللي هي الايه؟ الكي. حتى لو ما طلبهاش منك لازم تجيبها عشان اكيد هتستخدمها في حاجه تانية هو طلبها في المساله، زي ما عندنا كده هو طالب منك التي هاف، بس انت مش هتقدر تجيب التي هاف الا لما تجيب الاول قيمه الايه؟ الرياكشن ريت كونستنت او الكي. يبقى على طول نطبق المعادله اللي فاتت في السلايد اللي فاتت اللي هو الكي بيساوي 2303 من 1000 على التي اللي هي عندي هنا 40 يوم. فبتقول لي هحولها
نخليها مثلا ثواني، اصل انت كنت المحاضرة اللي فاتت بتتكلم عن الزمن بالثواني. لا مش شرط. امتى تحولها؟ لو عندك اكتر من زمن وبوحدات مختلفة، اديتك زمن مثلا مرة باليوم وبعد كده جبت لك في نفس المسألة زمن مرة بالشهور او مرة بالساعات، فلازم توحد الازمنة، يا كلهم بالشهور يا كلهم بالساعات يا كلهم بالايام. لكن انت عندكش هنا الا زمن واحد هو او رمز واحد اللي هو تي ب 40 يوم، ما عندكش ازمنة اخرى في المسألة، فتعبر عنها مباشرة ب 40 يوم مضروبة في لوج السي نود اللي انت ابتديت بيه اللي هو 500، والسي تي بعد مرور 40 يوم اللي هو 300 على 300 تعويض مباشر. يديك الرقم دوت، الرقم ده مكافئ لقيمة الرياكشن ريت كونستنت اللي هي كي، واللي هيبقى التمييز بتاعها دي أس سالب واحد او زمن وات ايفر الزمن ده ايه، دي مانث اور سكند مينيت أس سالب واحد على طول، ده التمييز بتاع الفيرست اوردر. طيب حلو قوي، اصبح عندنا دلوقتي الكي موجود. طيب عايزين نحسب فترة عمر النصف مش كده؟ يعني لما يكون الكونسنتريشن نص الانيشال كونسنتريشن، يعني عاوز الوقت اللي هيتحول فيه ال 500 يتكسر منهم 250 ويتبقى لي مين؟ ويتبقى لي 250 مش كده؟ طيب يعني عاوز احسب الوقت لما تصبح السي تي تساوي 250، عاوز احسب بقى الوقت ده هيمر قد ايه علشان يصبح ال 500 دول يوصلوا للنص اللي هو 250. اطبق نفس العلاقة بس هجيب الكي هنا اهو مكان التي والتي فوق، لان عاوز احسب التي المره دي، عاوز احسب فتره عمر النصف زمن يعني، فبس هنبدل الاماكن، هجيب الكي هنا والتي هنا، واقول ان التي بتساوي 200 او 2303 من الف على الكي اللي انا لسه حاسبها اهو، مضروبه في لوج 500 اللي هي السي نود على السي تي. السي تي اللي هو بعد مرور قد ايه؟ بعد مرور فتره عمر النصف اللي انا عاوز احسبها، انا مش عارفها لسه، بس المهم هتوصل لكام يعني بعد فتره ديت توصل لنص الكونسنتريشن مش كده؟ يعني 250. يبقى احط هنا 500 وتحت كام؟ 250، وابتدي احسب حساباتي الاقي التي بتساوي 54 يوم و3 من 10. يبقى دي فتره عمر النصف اللي هي الزمن اللي محتاجه الدراج علشان يفقد نص الكميه او نص التركيز، يتحول من 500 الى كام؟ الى 250. طيب استنتج من المسألة دي حاجة؟ استنتج من المسألة دي حاجة، ان دايما دايما لما اجي احسب التي في اي مسألة هلاقي ان القيمة دي بتساوي 2، دايما هلاقي هنا سي ضعف السي تي دايما، وبالتالي لما اقسم دي ايا كان بقى واتيفر هي كام الرقم، لما اقسمه على بعض هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 2. يعني دايما الطرف ده في المعادلة ايه؟ دايما الطرف ده في المعادلة بيساوي لوج الاتنين، وبالتالي دايما التي هاف هتساوي الرقم الثابت ده اللي هو لوج الاثنين مضروب في الاثنين و303، لما اضرب ده في ده هيديني 693 من الف على قيمة الكي. يبقى دي معادلة ممكن استخدمها مباشرة لحساب قيمة التي هاف في الفيرست اوردر رياكشن، ان التي هاف على طول او فرصة عمر النص بتساوي 693 من الف على الكي. طب استنتج من الكلام ده ايه؟ استنتج من الكلام دوت ان التي هاف قيمة ثابتة اللي انا بتساوي ثابت، رقم ثابت اهو على كي ثابت برضو. يبقى التي هاف دايما قيمة ايه؟ ثابتة، لا تعتمد على الاي نود. لما تيجي نقارن بقى في الزيرو اوردر، كان تي هاف في الزيرو اوردر بتساوي بتساوي علاقه كان فيها هنا الاي نود، يعني علاقه غير ثابته بتعتمد على التركيز البدائي او الانيشير، وكل ما زاد التركيز البدائي الاي نود ديت كل ما زاد التي هاف، وكل ما نقص كل ما نقص التي هاف، يعني علاقه طرديه. لكن التي هاف في الفيرست اوردر لا تعتمد على شيء، قيمه ثابته، قيمه ثابته. لكن ايه اللي مش ثابت في الفيرست اوردر؟ ما احنا بنقارن اهو، اللي مش ثابت معدل التفاعل مش ثابت، بيعتمد على التركيز بتاع المتفاعلات. لكن هناك في الزيرو اوردر كان معدل التفاعل ثابت، الدي تي دي اي على الدي تي بتساوي كونستنت. يبقى انا دلوقتي لما اقارن ما بين الزيرو اوردر والفيرست اوردر، الزيرو اوردر فيه حاجه ثابته وحاجه متغيره، والفيرست اوردر فيه حاجه ثابته وحاجه متغيره. الزيرو اوردر ايه هو اللي ثابت؟ معدل التفاعل او سرعه التفاعل هي اللي ثابته، اللي هي الدي اي على الدي تي، دي قيمه ثابته بتساوي كي نود. لكن القيمه المتغيره قيمه التي هاف كانت بتتناسب طرديا مع الاي نود،
نيجي في الفيرست اوردر الثابت عندي قيمة التي هاف تساوي على طول الرقم ده على الكي. لكن ايه المتغير؟ المتغير سرعة التفاعل. سرعة التفاعل كانت بتتناسب تناسب طردي مع الكونسنتريشن بتاع المتفاعلات. وضحت يا شباب؟ عاوزين بقى نربط كل العلاقات دي مع بعض كده في دماغنا علشان نقدر لو جات لنا اي مسألة نقدر نفهمها كويس ونقدر نحلها بمنتهى السهولة.